هلا بونجور، صباح الفل عليكي، ودينا بقى كده فكرة عامة طبعا عن الأجواء عندك وكمان آخر الأخبار، اتفضلي. صباح الخير عليكي يا نهاوند وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وقبل ما ابدا بقى اخبارنا النهارده، خليني اقول لك كل سنه وانتي طيبه بمناسبه طبعا السنه الجديده، واول حلقه بقى في 10 الصبح في الاهلي في عام 2023. كل سنه وانتي بخير، وكل سنه واحنا كلنا يا رب ناجحين ومحققين كل اللي بنتمناه ان شاء الله يا هنا، اتفضلي. ان شاء الله. خلوني بقى ابدا اخبارنا النهارده، والبدايه من الفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيكون عنده مباراه امام فريق بيراميدز، المباراه هتكون الساعه 7 مساء ضمن منافسات الجوله ال11 من بطوله الدوري. يعني الفريق كان اختتم تدريباته واستعداداته لمباراه اليوم امس. خلوني اكلمكم عن المران امبارح. الفريق خاض فقره من الاحماء قبل انطلاق المران، وبعد كده بقى قاموا بتنفيذ بعض الجمل الفنيه اللي ان شاء الله يحققوها وينفذوها في مباراه اليوم، ثم دخلوا في معسكر مغلق عشان بقى يدخلوا في اجواء مباراه اليوم. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى خلوني اقول لكم انه على هامش مباراه اليوم اللاعبين اللي خارج قائمه المباراه بيخوضوا مران صباحي، يعني التجمع كان الساعه 9:30 والمران بدا الساعه 10:30، ويعني هو طبعا شغال حتى الان. بنتمنى كل التوفيق لفريقنا وان شاء الله يفوزوا في مباراه اليوم ويقتنصوا 3 نقاط في بطوله الدوري. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للالعاب الاخرى ونبدا بسيد كرة اليد اللي بيفوزوا أمس على فريق الجزيرة بنتيجة 32-19، ده ضمن منافسات بطولة الدوري. المباراة كانت بتقام هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بالتحديد على صالة الأمير عبد الله الفيصل. يعني سيدات كرة اليد عملوا مباراة كبيرة جدا، أنهوا الشوط الأول بنتيجة 13-8، وقدروا بقى في الشوط الثاني يوسعوا فارق النقاط وينهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 32-19. يعني سيدات كرة اليد حتى الآن ماشيين بخطى ثابتة جدا في بطولة الدوري. فازوا كمان في مباراة يوم الجمعة على فريق هوليليدو بنتيجة 40-10، عندهم بقى مباراة القادمة هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق ترسانة، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة ورجال الماسترز. رجال كرة الطايرة بيواصلوا استعداداتهم لمباراة غدا، عندهم بكرة مباراة أمام فريق ايسترن كومباني ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني رجال الماسترز أنهوا الدور الأول من بطولة الدوري بالعلامة الكاملة، متصدرين مجموعتهم بعد فوزهم طبعا على فريق الزمالك بنتيجة 3-0. خليني بقى أنا هوند أفكر طبعا مشاهدينا بمباراة الزمالك، يعني أنهوا الشوط الأول بنتيجة 25-19، الشوط الثاني بنتيجة 25-23، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-23 برضه، عشان بقى يتصدروا جدول الترتيب. إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء ويفضلوا دائما متصدرين، يعني دي مش حاجة جديدة طبعا على رجال الماسترز، رجال كرة الطايرة بالنادي الأهلي. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لسيدات كرة الطايرة، واللي أيضا بينهوا المرحلة الأولى من بطولة الدوري. هم أيضا متصدرين ترتيب المجموعة مع الزمالك، فازوا في آخر مباراة على فريق هليوبلس بنتيجة 3-0، برضو بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. أخيرا بقى خلونا ننتقل للعبة كرة السلة، ورجال كرة السلة بيواصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة. يكون عندهم مباراة غدا إن شاء الله أمام فريق المصرية للاتصالات ضمن منافسات بطولة السوبر. غدا هتكون الجولة الثانية، يعني كانت ضربة البداية قوية، قدروا يفوزوا على فريق طلائع الجيش بنتيجة 74-61، اتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله ايضا يفوزوا في مباراة غدا. اما عن سيدات كرة السلة فايضا عندهم مباراة غدا امام فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. ايضا كانوا فازوا في الجولة الاولى من البطولة على فريق الطيران بنتيجة 91-47، بنتمنى لهم كل التوفيق في مباراة غدا. يعني ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضية المختلفة. كمان بقى خليني انا هوندا انقل لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. درجه الحراره دلوقتي 16، الاعضاء بداوا بالفعل التواجد في النادي، وفي حاله بقى الحقيقه من التفاؤل طبعا بالعام الجديد. خلوني اقول بقى لكل مشاهدينا مره اخرى قبل ما اختم كلامي، كل سنه وحضراتكم طيبين، ان شاء الله تكون سنه سعيده علينا جميعا. بقى الان العوده ليكي مره اخرى يا نهاوند في الاستوديو، تفضلي. يعني انا بشكرك طبعا على التغطيه الاكثر من رائعه كالعاده، يعني هنا ابو القاسم من المراسلات اللي عندنا الشاطرين جدا. وقبل ما اختم معاكي بقى، بما ان احنا موجودين دلوقتي في النادي وشايفين، يعني احنا بنتكلم الساعه لسه بدري، الساعه كام تحديدا دلوقتي؟ داخله على 11 وفي توافد بشكل كبير جدا. كلمينا برضو عن الاجواء عندك يا هنا، الناس دلوقتي الاعمار المختلفه الموجوده، ممارسه الرياضه اخبارها ايه؟ دينا فكره كده من الموقع عندك بالظبط او الفرع اللي انت فيه، اتفضلي.
يعني يا نهاوند زي ما انت قلتي الحقيقه في توافد بشكل كبير، يمكن الاكثر بيكون من كبار السن لان اغلب طبعا الطلاب بيكونوا متواجدين في المدارس او الجامعات، يمكن كمان في حاله من النشاط اغلب الاعضاء بيمارسوا الرياضه، يمكن بالتحديد رياضه المشي في التراك في النادي، والاعداد بتزيد على مدار اليوم، لكن بشكل عام يعني زي ما قلت في حاله من التفاؤل والطاقه الايجابيه في النادي. رائع جدا، بشكرك جدا هنا أبو القاسم على هذه التغطية، شكرا لك.